ومشاهدينا نتحول إلى ملف آخر، ملف عمل مؤسسة حياة كريمة في المرحلة القادمة. وتنضم إلينا هاتفيا الدكتورة بوتينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء والمتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة. دكتورة بوتينة، اطلعينا على أبرز خطط المؤسسة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التغيير الحكومي الوشيك. مساء الخير على حضراتكم وعلى الساده المستمعين. زي ما كلنا عارفين، حياه كريمه دايما يعني موجوده جنبا الى جنب المواطنين في كل محافظات الجمهوريه. حابه بس باختصار في البدايه، احنا يعني لحد دلوقتي من بدايه عمل المؤسسه لحد النهارده احنا وصلنا ل 30 مليون مستفيد تحت مظله حياه كريمه. عندنا 27 مكتب ميداني في كل محافظات الجمهوريه، عندنا 45 الف متطوع عامل على الارض. والهدف الاساسي لحياه كريمه ان احنا بنشتغل على تعزيز مظله الحمايه الاجتماعيه، نشتغل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في مجالات كتير. الحقيقة يعني المؤسسة مش سايبة مجال، مش حاطة يعني اللمسة بتاعتها فيه. أولا المجال الطبي، من ناحية القوافل الطبية احنا عندنا كل يوم يعني ممكن يكون أكتر من قافلة طبية في مركز مختلف أو محافظة مختلفة. عندنا شراكات استراتيجية مع مؤسسات، وكان أبرزها الفترة اللي فاتت مؤسسة مجدي يعقوب، واللي إن شاء الله يعني هنبني ثمارها الفترة القادمة بإذن الله. إلى جانب يعني الدعم الصحة النفسية، المؤسسة طبعا بتشتغل عليه في القطاع الصحي. عندنا كمان قطاع التمكين الاجتماعي، بنشتغل على مبادرات توعوية. عندنا مبادرة انت الحياة بتلف جميع محافظات الجمهورية. عندنا مبادرات بتشتغل على التعليم. عندنا كمان كنا لسه مخلصين مبادرة الثانوية العامة، والحقيقة اللي استفاد منها رقم كبير جدا. وما كانش بس الموضوع أكاديمي، كان في جزء كبير دعم نفسي للطلاب وأولياء الأمور، عشان طبعا زي ما كلنا عارفين إن الأولاد بيمروا يعني بضغوط نفسية في الفترة دي. عندنا إن شاء الله الفترة الجاية مشاريع تنموية وتوعوية في الجامعات، هنشتغل على شباب الجامعات. هيكون عندنا أنشطة يعني مختلف الأنشطة إن شاء الله هتقام للشباب في الفترة في العمر اللي هو من 18 ل 22 سنة. هيكون في أنشطة كتير مختلفة توعوية وتعليمية وترفيهية كمان للشباب ورياضية، لأن يعني زي ما كلنا عارفين إن السيد الرئيس يعني بيوجه دايما بالاهتمام بالرياضة وتنمية المهارات توعية في المفاهيم المغلوطة. عندنا كمان طبعا جزء الدعم الغذائي، احنا يعني عندنا الطرود الغذائية بتاعتنا بتكون على أعلى مستوى. عندنا مبادرة سبيل اللي بتوزع وجبات ساخنة، بتكون الوجبات دي الحقيقة بتتعمل في مطابخ حياة كريمة بأيدي سيدات عائلات، يعني احنا ممكنينهم في المطابخ بتاعتنا، بتكون بأعلى جودة. وكمان يعني اللحوم نفسها من مزارعنا. إلى جانب طبعا احنا عندنا يعني كان مشروع بايلوت فيز بتاعته أو النسخة التجريبية بتاعته، مشروع سكر البيوت اللي قدرنا نمكن فيه سيدات معيلات على إقامة مشروع لصناعة الحلويات. وإن شاء الله عندنا المرحلة الثانية منه الفترة القادمة، هيكون في عدد أكبر من السيدات احنا بنمكنهم اقتصاديا، وبنديهم تدريبات يعني تدريبات نظرية ازاي ينشئوا مشروع ودراسة جدوى للمشروع وازاي يسوقوا للمشروع بتاعهم. بالإضافة كمان إن إحنا في نهاية الدورة يعني بعد كمان التدريب اللي هو اللي بيكون في مصانع الحلويات، في نهاية الفترة بنمدهم بالأدوات اللي يقدروا يفتحوا بيهم مشروعهم الخاص، وكمان بنساعدهم في التسويق بتاعهم. إن إحنا عندنا منافذ في جميع يعني في أكتر من 20 منفذ تسويقي في المولات التجارية الكبيرة وفي النوادي الكبيرة، فبناخد المنتجات بتاعتهم دي وبنسوقها في المنافذ التسويقية بتاعتنا. نعم. فالحقيقة يعني احنا بنشتغل في مجالات كتير عشان يعني نعزز على يعني الفكرة بتاعت تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ونوصل لعدد أكبر من المستفيدين في كل مكان. أشكرك جزيلا دكتورة بوتينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء والمتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة.